5 مرشحين يتنافسون على منصب الرئيس في إيران، وتوقعات بمشاركة انتخابية واسعة. انتخابات برلمان الأقليم يحدد موعدها، وموقع الرئاسة في بغداد ينتظر توافق المكون على الرئيس. العراق يقدم ضمانات سيادية لجذب الاستثمارات الأجنبية ويفتح الباب أمام الشركات العالمية. الكهرباء تطلق حملة لفك الاختناقات في المحافظات، وتسعيرة جديدة للمولدات الأهلية في بغداد. مرصد الأخبار، أهلا بكم. إلى التفاصيل، يتوجه الإيرانيون غدا الجمعة إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد خلفا لإبراهيم رئيسي الذي توفي في 19 من مايو بحادث تحطم مروحيته. هذا وأعلن المتحدث باسم الداخلية الإيرانية أسماء المرشحين الذين تم تأكيد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران المقررة غدا الجمعة. وأجاز المجلس لست مرشحين من بين 80 تقدموا بطلب خوض الانتخابات، فيما أعلن المرشح أمير حسين قاضيزاده انسحابه من السباق الرئاسي. من جانبها، أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية عن انتهاء فترة الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة الإيرانية في دورتها 14 ودخولها الصمت الانتخابي. ينطلق السباق الرئاسي بوجود 5 مرشحين لموقع الرئاسة الجمهورية. الجمهورية الإسلامية ستختار رئيسا لأربع سنوات مقبلة. المرشحون 5 سيتنافسون بشراسة، 2 منهم مرجحان وأحدهم الأوفر حظا. المزيد مع نور سعيد. 5 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي يشغله حاليا الرئيس المؤقت محمد مخبر الذي تسلم المهام بعد حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي في آيار الماضي. وفيما انسحب المرشح أمير قاضيزاده، فإن المرشحين 5 سيواصلون السباق المقرر عقده الجمعة، إذ ينص الدستور الإيراني على إجراء الانتخابات الرئاسية بعد 50 يوما من شغور المنصب. أول المرشحين هو عضو مجلس الشورى عن محافظة تبريز مسعود بسشكيان، والذي شغل منصب وزير الصحة الأسبق، والذي يحسب على معسكر الإصلاحيين. المرشح الإصلاحي الثاني هو مصطفى بور محمدي، رجل الدين والمحامي ووزير العدل الأسبق في حكومة حسن روحاني الأولى. أما المعسكر المقابل فإنه يضم 3 مرشحين، أولهم هو عمدة طهران الحالية العالم النووي علي رضا زاكاني، والذي شغل منصب مساعد الرئيس السابق والعضو الفاعل في فريق المفاوضات النووية. رابع المرشحين هو رئيس مجلس الشورى الحالي والضابط القديم في الحرس الثوري محمد باقر قليباف، والذي رأس في وقت سابق مقر خاتم الأنبياء الاستراتيجي الذي يشرف عليه الحرس الثوري، كما رأس القوة الجوية التابعة للحرس. خامس المرشحين وأوفرهم حظا هو سعيد جليلي، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية مرتين وانسحب مرة لصالح إبراهيم رئيسي، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، كما شغل منصبا مهما في الحرس الثوري ويعد عضوا في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الذي يشرف عليه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية. ويتوقع مراقبون أن تنحصر المنافسة بين قليباف وجليلي لما يتمتع به الأخير من سمعة وخبرة سياسية. وتجري الانتخابات الإيرانية عادة كل 4 سنوات، فيما ستجرى هذه المرة قبل عام واحد فقط من موعدها الرسمي، وذلك لخلو منصب الرئيس كما ينص الدستور الإيراني.
إذن وللحديث أكثر عن الرئاسة الإيرانية ينضم معنا في المرصد الخبري المحلل السياسي الدكتور أحمد مهدي. بداية سيد مهدي، مرحبا بك في المرصد الخبري. الانتخابات الإيرانية والصمت الانتخابي دخل حيز التنفيذ، كيف تبدو الأجواء ما قبل يوم الانتخاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أوجه التحية لك وللزملاء ومشاهدي قناتكم، وشكرا على الاستضافة. في الواقع كما ورد في تقريركم، الصمت الانتخابي الذي يستمر حتى يوم غد الساعة 8 صباحا بدء عملية الاقتراع، في الواقع الكل مجمعون على الدخول في العملية الانتخابية بكثافة وبقوة، لا سيما بعد انسحاب المرشحين السيد زاكاني والسيد قاضي الزاده هاشمي، وبالتالي ستصبح المنافسة أشد وأقوى ما بين التيارين المبدئي أو الأصولي وفي مقابله التيار الإصلاحي، السيد باقر قاليباف والجليل يتزعمان التيار المبدئي والأصولي، والسيد بزشكيان وبور محمدي يتزعمان التيار الإصلاحي أو المعتدل بالنسبة إلى السيد بور محمدي. وهذا هل التنافس سينحصر ما بين الأربع مرشحين الذين ذكرتهم فقط؟ نعم فيما جيد. لو لم ينسحب مرشح آخر سيبقى هذا التنافس ما بين المرشحين الأربعة بعد انسحاب المرشحين اللذين ذكرت اسمهما، وهما السيد زاكاني عمدة طهران رئيس بلدية طهران، وكذلك السيد مير قاضي الزادة هاشمي الذي يعد في الواقع نائبا للرئيس باعتباره رئيسا لمؤسسة الشهيد الإيراني. طيب، الشعب الإيراني على موعد لاختيار رئيس جديد خلفا لرئيسي رحمه الله، كيف تبدو توقعات المشاركة في العملية الانتخابية؟ يعني التوقعات في الواقع حسب استطلاعات الرأي تشي بأن نسبة المشاركة ستزيد على 50%، ولكن الشعب الإيراني عودنا على المفاجآت سواء في المشاركة أو في النتائج، لذلك من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة جيدة وعالية، لا سيما بعد يعني انسحاب هذين المرشحين، وكذلك بالنسبة إلى الفراغ الذي شكله غياب الشهيد رئيسي عن الساحة السياسية، هذا أيضا يدفع بالملايين من الناخبين إلى المشاركة لسد هذا الفراغ للاحترام الذي أكنوه للشهيد رئيسي، وشهد العالم أجمع الحضور الجماهيري الواسع في جنازة الشهيد رئيسي ومرافقيه، لذلك هؤلاء هم أيضا سيشكلون النواة الكبيرة للمشاركة الشعبية الواسعة في العملية الانتخابية لهذا الاحترام وللشعور بضرورة الوفاء بالعهد وانتخاب رئيس في الواقع يمشي أو يسير أو يتمسك بنهج الرئيس الراحل الشهيد رئيس. طيب سيد مهدي، الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت استعدادها لخوض الانتخابات المرتقبة ليوم غد، هل هنالك تم تحديد آلية لدعوة مكاتب إعلامية؟ التغطية الإعلامية ستكون محلية ويعني وأجنبية، وهل تم دعوة مكاتب انتخابية أجنبية لمراقبة الانتخابات للإشراف عليها مثلا؟ نعم، بالنسبة لما تفضلت، أولا التغطية الصحفية ستكون واسعة، السلطات أعلنت قدوم أكثر من 180 صحفي إلى إيران، قسم منهم قد وصل بالفعل والقسم الآخر سيصل تباعا خلال الساعات المقبلة، هذا من جهة، وكذلك السلطات دعت ممثلي المرشحين لمراقبة العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع،
وكذلك وزارة الداخلية التي أعدت 60,000 مركزا انتخابيا، وفي الواقع منتشرة هذه المراكز في العاصمة طهران وفي عموم المدن والبلدات الإيرانية، وكذلك أعدت نحو 5,000 أو أكثر صندوق متحرك في الواقع متنقل ينقل إلى القرى والمناطق النائية. وكذلك بالنسبة إلى الإيرانيين في الخارج، السلطات الإيرانية أعلنت أن الإيرانيين أيضا يستطيعون المشاركة في الانتخابات بكل سلاسة بإبراز الجواز، جواز السفر الإيراني، ولكن تم رفض يعني فتح المجال أمام المشاركة، مشاركة الإيرانيين المقيمين في السعودية وكندا للأسف الشديد. هل هنالك تنبؤات أو قراءة ترشح أحد المرشحين عن غيره من المرشحين للفوز والظفر بالرئاسة القادمة؟ نعم، يعني القراءات، هناك قراءات متعددة. القراءة الأولى والأبرز هو انتخاب رئيس يسير ويتمسك بنهج الرئيس السابق الشهيد رئيسي، لأن الشهيد رئيسي حقق إنجازات واسعة سواء على الصعد الأمنية والاقتصادية والعلاقات السياسية مع البلدان الأخرى، حيث هذه الإنجازات في الواقع كانت خلال فترة رئاسته المحدودة نسبيا والتي قلت عن 3 سنوات. الوفاء بالعهد من الشعب الإيراني في انتخاب سيد مهدي، هاتين الشخصيتين وهما سيد مهدي أو سيد جليل، أيهما أقرب؟ وهل العملية كم ستستغرق لإعلان النتائج بشكل عام؟ بالنسبة إلى الأقرب، يعني تقصد الأقرب إلى نهج الرئيس السابق الشهيد الأقرب رئيسي. بالفوز، الأقرب بالفوز. نعم، الأقرب بالفوز. أنا في رأيي يعني حسب المعطيات والتحليلات والتأييد الذي يحوزه السيد محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، هو الأقرب لأنه له في الواقع تجارب كبيرة على ساحة. طيب الدكتور يعني المحلل السياسي أحمد مهدي من إيران، أشكر انضمامك إلينا في المرصد الخبري. جدد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني تأكيده دعم إجراءات انتخابات برلمان إقليم كردستان، وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إن الحكومة تبدي كامل استعدادها لدعم متطلبات نجاح هذه العملية الانتخابية وبذل كل ما يعزز مشاركة أبناء الشعب الكردي وباقي الأطياف المتآخية في الإقليم من أجل أن تكون نتائج العملية الانتخابية المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب الكردي وتمثل اختياراته الحرة الديمقراطية من أجل المضي بتعزيز الاستقرار والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين في اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية للأقليم، مشيرا إلى تأكيد الحكومة دعمها جهود تنشيط الحوار الوطني بين جميع القوى الوطنية السياسية في الأقليم. حددت رئاسة أقليم كردستان 20 من شهر تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في أقليم كردستان، وقال المتحدث باسم رئاسة الأقليم دالشتاد شهاب خلال مؤتمر صحفي إن تحديد هذا اليوم جاء بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الأقليم، مبينا إن جميع الأحزاب ستكون ملزمة بهذا الموعد،
وأكد شهاب عدم وجود نقاط خلافية فيما يخص إجراء الانتخابات للبرلمان في كردستان، مشيرا إلى أنه تم التباحث والحوار قبل البدء بموعد الانتخابات. يحدد يوم 20 من تشرين الأول لسنة 2024 موعدا لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان العراق لدورته السادسة. ثانيا، على الجهات ذات العلاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ هذا المرسوم. ثالثا، ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ويرى مراقبون أن بقاء منصب رئيس البرلمان شاغرا منذ أشهر يسبب تعطيلا في إقرار القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن، مشددين على تجاوز الخلافات بين الكتل السياسية للإسراع باختيار رئيس لمجلس النواب. تقرير صباح حكيمة. حسم الملف الأهم أمام السلطة التشريعية هو المنتظر مع اقتراب انتهاء العطلة التشريعية وانتظار جلسات مجلس النواب للانعقاد من جديد، فحسم الخلافات وإنهاء عقدة عدم وجود رئيس لمجلس النواب أمر ضروري تراه الأوساط السياسية والشعبية، ولا بد من حسمه بأقرب وقت وفق الآليات الدستورية وتجاوز الخلافات بين الكتل السياسية صاحبة الشأن في اختيار ممثلها للمنصب الذي ما زال شاغرا منذ العام الماضي بعدما أنهت المحكمة الاتحادية عضوية رئيس البرلمان السابق. المفروض الكل يجتمعون ويشون يستعجلون بهذا المنصب، منصب رئاسة احدى الرئاسات الثلاث. كل القوانين معتازة رئيس برلمان، بعض القوانين قرأت والأخرى جاهزة للقراءة والأخرى كملت قراءتها اتخاذ القرار والتوقيع عليها إلا بوجود رئيس برلمان. شغور منصب الرئيس أدى لتعطيل إقرار عدد من القوانين الهامة لأسباب سياسية وفنية، من ضمنها قانون خدمة العلم والعفو العام وشركة النفط الوطنية والخدمة المدنية الاتحادي وقانون المحكمة الاتحادية وجملة من القوانين الأخرى التي لا يمكن أن تمرر إلا بالتوافق سياسي ووجود رئيس ينتخب من قبل أعضاء المجلس. مواطن العراق محتاج إلى رئاسة مجلس النواب ولا تشريع القوانين المهمة اللي يحتاجها الفرد العراقي، مثل قانون النفط والغاز وقانون قانون العفو العام وقانون العشوائيات وقانون المحكمة الاتحادية وقانون سلم الرواتب. فالقوانين اللي تخدم المواطن حقيقة معطلة. وينتظر أن يشهد الفصل التشريعي اختيار رئيس لمجلس النواب وتكثيف الأنشطة الرقابية ومراقبة عمل الحكومة بعد عقد اجتماعات ولقاءات بين الأحزاب والكتل وطرح أسماء تحظى بالمقبولية والتوافق واختيار شخصية كفوءة قادرة على إدارة المنصب الأعلى في السلطة التشريعية. صباح حكيم، الفرات. انطلقت أعمال مؤتمر الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان الوساطة آفاق جديدة لتسهيل الأعمال والاحتفاظ بالمستثمرين في العراق. وجاء انضمام العراق إلى اتفاقية التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة الدولية والمنازعات لتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الاستخدام المتزايد للوساطة الدولية كوسيلة فاعلة لتسوية النزاعات العابرة للحدود. وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز الواقع الاستثماري العراقي لأنه ينضم العديد من الفرص الاستثمارية الاستراتيجية الدولية والنوعية التي يفرض واقعها في التعاقد
مع شركات أجنبية متخصصة لأغراض استثمارية. هذا ويتطلب من العراق توفير الحماية القانونية لتلك الشركات بحل النزاعات في حال نشوئها عن العقود الاستثمارية التي تفرضها مؤسسات الدولة في هذه الشركات. أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكيجا في كلمة له خلال انطلاق مؤتمر الهيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكد أهمية انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لتعزيز القطاع الاستثماري، لافتا إلى أن العراق قدم ضمانات حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية. للتعريف بأهمية انضمام العراق إلى اتفاقية التسوية الدولية المنبثقة على الوساطة المعروفة باتفاقية سنغافورة، إن هذه الاتفاقية سوف تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الاستخدام المتزايد للوساطة الدولية كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات العابرة للحدود بغرض الحفاظ على العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأطراف المعنية في العملية الاستثمارية. ندعو الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال لزيارة العراق وللتعرف على الفرص الاستثمارية التي تتضمنها الخارطة الاستثمارية والتي طالما شرحناه لكثير من السادة السفراء في مختلف القطاعات، والحضور في ملتقى العراق للاستثمار الذي سينعقد إلى 2 و3 من نوفمبر الحالي القادم، الذي سيطلق أكثر من 100 فرصة استثمارية متكاملة الموافقات، بالإضافة إلى اطلاع على مزايا وضمانات اللي يوفرها قانون الاستثمار للمستثمر. من جانبه أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي إن الحكومة العراقية تبنت أحدث النظم القانونية لتوفير الأمان للمستثمر، لافتا إلى أهمية اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة لتطوير وحل النزاعات التجارية. إن العراق وقع رسميا على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، وأن ذلك يعد خطوة مهمة في تطوير وحل المنازعات التجارية في العراق، وأن حكومة العراق دأت ومنذ تشكيلها إلى تبني أحدث النظم القانونية التي توفر الأمان للمستثمر، وأنها تسعى وبجد نحو ذلك، وما تم النص عليه في البرنامج الحكومي إلى نهضة تمويلية شاملة تستهدف تحقيق السلم بين الأطراف التجارية المساهمة في إعادة إعمار العراق، ولذلك فهي ترعى وتشجع الجهود الطيبة تثمن دور الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومساعي إعادة العراق إلى وضعه اللائق واندماجه مع المجتمع الدولي. أرسل وزير الكهرباء زياد علي فاضل وفدا فنيا إلى ذي قارة بصحبة جهد خدمي لتحسين واقع تجهيز الطاقة في المحافظة، مخولا مديري التوزيع هناك صلاحية وزير. المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء أكد في بيان أن الوزير أوعز بإرسال 100 محولة سعة 400 كيفي إلى ذي قارة بهدف فك الاختناقات في بعض مناطق المحافظة، إضافة إلى تخويل مديرية التوزيع في المحافظة صلاحيات وزيرة والتعاقد مع معتمدين ومتعهدين محليين لصيانة المحولات والأعمدة والأسلاك، مبينا أن حصة محافظة ذي قارة من الطاقة بلغت العام الماضي 1500 ميجاوات، وجرت زيادتها هذا العام إلى 1800 ميجاوات لتلبية الطلب المتزايد خلال أشهر الصيف. البيان ذكر أن وزير الكهرباء وجه بشمول ذي قارة بحملة فك الاختناقات وتأهيل شبكة التوزيع بما يضمن ساعات التجهيز مستقرة ومستدامة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء
في إضافة محولات تحويلية جديدة ورفع التجاوزات، إلا أن معاناة المواطنين لم تنتهي بعد بسبب تهالك الخطوط الناقلة. أحمد الزيدي. 100 محطة تحويلية لفك الاختناقات بالمنظومة الكهربائية هو ما تعمل وزارة الكهرباء عليه للتخفيف من أزمة القطع المستمر للطاقة، بالإضافة إلى إطلاق حملة لرفع التجاوزات وتعزيز مناطق الأحمال العالية بالمحطات الثابتة والمتحركة، فضلا عن تجهيز المناطق بالمحولات الكهربائية الجديدة بسعة 400 كيفي لمواجهة أزمة النقص بالتجهيز مع ارتفاع درجات الحرارة. كان السيد رئيس الوزراء قد افتتح وشغل 200 محطة ما بين تحويلية وثانوية، الحديث عن 48 محطة تحويلية، الحديث عن 152 محطة ثانوية. من المفترض كانت تتكفل بتحقيق استقرارية الشبكة، والآن يجري العمل فوق صلاحيات منحت من السيد رئيس الوزراء لوزير الكهرباء بدور أطلق حملة كبيرة وواسعة لمعالجة الاختناقات وتدعيم الشبكة الكهربائية، واليوم هنالك عمل متسارع ومشاريع عاجلة، خصوصا بعد أن وفرت المواد من معدات وأعمدة وأسلاك وقابلوات. هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الكهرباء لم تنهي معاناة المواطن حتى الآن، فقدم الخطوط الناقلة وتهالكها تضيف عبئا آخر على الوزارة، كون التجهيز يضيع معظمه بتقطع الأسلاك أو خروج المحولات عن الخدمة. حرارة بالستين والجو محترق، يا أخي نريد كهرباء، متنا والله متنا. معضلة صارت الكهرباء من 2003، يجي الصيف العراقيين نفس الحالة، كهرباء ماكو، مي ماكو، ومن متحمل هالفقير؟ فيما تنفذ وزارة الكهرباء مشاريع عاجلة لتأهيل شبكات النقل والتوزيع وتغيير الأسلاك ونصب المحولات والمغذيات لمواكبة حاجة المناطق بالكهرباء وإنهاء معاناة المواطن مع خطوط النقل. صيف من دون قطع مبرمج للكهرباء هي أكبر أحلام العراقيين بعد عقود من المعاناة التي تتصاعد حدتها في هذا الفصل. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. تقدمت مؤسسة الفرات للإعلام والإنتاج الفني بخالص الشكر والتقدير إلى جميع السادة المهنئين بذكرى تأسيسها 20. المدير العام لمؤسسة الفرات الأستاذ محمد مجيد الشيخ زيني تقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بالإنابة والسادة الوزراء والشخصيات السياسية والحكومية والنيابية الذين شاركوا المؤسسة وملاكاتها فرحة الاحتفال بمرور 20 عاما على تأسيس قناة العائلة العراقية، كما عبر عن تثمينها العالي لوقوف المهنئين ودعمهم لرسالة الفرات الإعلامية التي تضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات. نهاية المرصد، دمتم بسلامة.